2003، يعني بقالنا حوالي 14 سنة بنشتغل في تنمية المجتمع. لغاية دلوقتي مستثمرين أكتر من 400 مليون جنيه في تنمية المجتمع. نحتفل بتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركاء في التنمية المجتمعية تحت مظلة برنامج العلم قوة. احنا بنطور 100 مدرسة في محافظات الصعيد، سوهاج والأقصر والفيوم. التطوير تطوير شامل، مش بس البنية الأساسية وكل ما تحتاجه المدرسة، لا كمان برامج لإعادة تأهيل المدرسين، برامج للأطفال نفسهم، شخصيتهم، إعادة بناء شخصيتهم وغرس المبادئ المطلوبة فيهم. مش بس كده كمان، بس إعادة الأنشطة لكل أنواع الأنشطة للمدارس، زي الأنشطة الرياضية، الأنشطة الموسيقى، المكتبات، تزويد المدارس بمعامل كمبيوتر متوصلة بالإنترنت. يعني بنعمل تطوير كامل للمدرسة، بالإضافة لكده كمان بنعمل رعاية طبية للأطفال والأهليهم وللأهالي الموجودين في القرى اللي بتقع فيها المدرسة. فوق كده كمان بنعمل محو أمية للأهالي وتدريب حرفي اليوم عشان نرفع من مستواهم المادي. يعني هي عملية تطوير شاملة، احنا بنحاول نخلي المدرسة مركز إشعاع للتطوير المجتمعي في المنطقة بتاعتها.